مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل بخير. حبايبي اليوم الوصفة تبعتي بناء على كتير من الخوات، والكل احنا النساء بنعاني من عندها، بالذات من هذه المنطقة، هي منطقة حول العين. طبعا انا تعرفوني برحلة بالمانيا، وهسه انا موجودة، كثير بنات سألوني من اهل المانيا. انا كنت قبل اسبوع بهامبورغ، طيب، وهسه حاليا رحت زيارة لهامبورغ. الصراحة يعني ما زايرت انا ولا مرة، اول مرة اروح لها، بس ما عجبتني كثير صراحة، مو زي اشافنبورغ. اشافنبورغ نظيفة كثير، مدينة صغيرة، وانا متعودة عليها، عايشة فيها تقريبا 21 سنة، يعني مو قليل، فحبيتها يعني كثير الاشافنبورغ، هيك تعودت عليها، مع اني هسه اخذت بيت جديد وبنعمر فيه بمنطقه بعيده عن اشافنبورغ، تقريبا ساعتين او ثلاث. المهم حبايبي هذا مو موضوعي، المهم اي اخت حابه حاليا انا باشافنبورغ، اللي حابه بقدر اشوفها وهيك، ما في اي مشكله، انا باشافنبورغ متواجده. طيب اليوم الوصفة حبايبي تبعتي هي للهالات السوداء، للتجاعيد اللي حول العين، للانتفاخ اللي حول العين. هذه حبايبي المشاكل كلها هي تحلها نفس المواد. الكل تعرف حول العين منطقة كتير رقيقة، معليش وسعوا صدركم إلي عشان أعطيكم بالأخير ماسك ما عرفت انا قبل هالمره، بنفس الوقت ما يعني ما بعرف موجود او ما موجود ما بعرف، بس انا ما عرفت بقناتي، راح اعطيكم ماسكات هيك شفويه وشو هي، وماسك بالاخير اسويه انا ان شاء الله بيكون ينال رضا الجميع ومتواجد ان شاء الله بكل بيت. حبايبي زي ما قلت لكم حول العين منطقه رقيقه جدا، تتاثر في المناخ، تتاثر بالمناخ اذا كان الجو حار او بارد، وتتأثر بالإنسان يعني إذا كان حزين وإذا كان فرحان. الفرح بيسبب يمكن بهاي المنطقة التجاعيد، والحزن بنفس الوقت، يعني لو عيطتي أرهقتي حالك راح تسبب لك بهاي المنطقة تجاعيد. لو في خوات يعني شو نقول بتضحك بالشد على وجهها بتسبب عندها التجاعيد، هذه تقول لا إرادية، لا أنا ولا أنتو يعني نصنعها أو نعملها هيك قصدا، لا تجي لا إرادية، هاي شو نقول يعني عضلات بالوجه بنشد عليها كثير بتسبب عندنا تجاعيد، هيك يعني بتكون لا إرادية. فإحنا نحاول بهاي المنطقة عشان ما بتسبب عندنا التجاعيد. حتى في كثير من الخوات من يناموا يشدوا بأسنانهم، زين ممكن هاي الشدة بتسوي أول إشي طبعا مشاكل بالأسنان، بنفس الوقت بتسوي مشاكل حول التوم، بتسوي تجاعيد هون عندكم، بتسوي إذا شديتي كمان بين الحاجبين كمان بتسبب لك التجاعيد. زين فكيف رح نتغلب يا أم يوسف عن هاي التجاعيد وإحنا لا إراديا نعملها وبدون هاي؟ بالنسبة للخوات اللي صغيرات كمان بتكون أكو كثير خوات، وأنا من ضمنكم، أنا من يعني بهذا عمري أنا مصادقة، اللي عمرها 20 وعمرها 17 وعمرها هيك، عندي صاحباتي يعني من شتى الأعمار، زين وبطلع معاهم ببسط وهيك وما عندي أي مشكلة. طيب فبشوف ودائما بيحكوا لي شوفي ام يوسف ليش انت ما عندك هنا واحنا عندنا هون؟ المشكله حبايبي انا مو لاني خبيره تجميل وما موجود، لا كنا بالاخير راح تكون عندنا تجاعيد بالمناطق وبجن، بس انا حاول قد استطاعتي اني اقضي على مشاكل التجاعيد واحافظ على بشرتي بهذا الوقت. يا ام يوسف طيب ورجينا وجهك، كثير من البنات انا زوجي مانعني من هذا الموضوع، حتى قناتي بيقول لي تركيها ولا تعرضيها. شوفتكم اولادي ما بعرف شفتوا زوجي او لا، لا لا مش شايفيه، ما طلع معي ولا مره، زين يعني عائلتي مبينه، انا تقريبا اشبه ابني الكبير بالضبط وعدي الصغير يشبه ابوه. المهم حبايبي كيف الوصفات اللي رح نعملها؟ قلنا كيف نحافظ، اول اشي الترطيب. الترطيب وانت نايمه وانت بالبيت وانت تتحركي وانت تسوين، لو كانت هاي المنطقه فيها شلون نقول زيوت، زين ترطيب للبشره، ما راح الجلد الناشف هو اللي يسوي التجاعيد،
الجلد الناشف هو اللي يسوي التجاعيد. اما البشرة الدهنية، البشرة الدهنية من كثر المسامات الواسعة بتصير عندها التجاعيد. زين، على فكرة البشرة السمراء بتتأخر، انا عن نفسي تتأخر بظهور التجاعيد، البشرة البيضاء بتبين فيها التجاعيد مبكرا بالوجه تبعتها. حتى لو شفتوا البشرة البيضاء فيها، معلش وسعوا صدركم الى البشرة البيضاء اللي فيها الخطوط الدوالي نسميها، طيب اللي تطلع بالرجل، زين عند البيضة بتظهر كثير اكثر، تظهر لان جسمها ابيض فالمكان الازرق بيبين كثير واضح، اما السمراء فما بيبين عندها بسرعه. مو معناتها انا انقض الخواتم البيض، لا بالعكس. كلكم خير وبركه حبايبي، زي ما قلت لكم حبايبي، وكمان اللي حول العين مو بس زي ما قلت لكم الحراره والبرد والشن، كثير شغلات ما بدي اعيدها، كمان الاتربه والمكياج التالف وكثره المكياج حول العين تسبب هي الهالات السوداء، تسبب الانتفاخ في بعض الاحيان لان يصير تحسس عندك، بنفس الوقت حبايبي بتسبب التجاعيد المبكره حول العين. الفرك في خوات عندها هيك بتمسك ايدها وتفرك هيك بعينها. طيب كثير خوات اللي عندها هاي العاده تبطلها لان هيك راح تسببين عندك تجاعيد مبكره حول العين. انا بقصد الخوات اللي عندهم هاي الحاله، زين، والارهاق حبايبي والحزن وكل هاي المشاكل اللي تظهر فيها علامات الظهور معلش حبايبي التجاعيد، عفوا. زين، المواد الترطيب اللي شو تقول تساعد على ازاله التجاعيد من البشره، اول اشي وانا ارجح لكم اياه هو جل الصبار، جل الصبار الطبيعي الموجود عندنا بالحدائق، ما في وحده تتعثر تقول ما موجود، تقدرين افضل من ما تشتريه من الصيدليات، حبايبي جيبي لك زرعه وحطيها وازرعيها في فصل الصيف، ازرعيها باو اي وقت في فصل الصيف ما في اي مشكله، فصل الشتاء دخليها داخل البيت لانها هي ما بتموت، زين اذا كانت بالتربه بس راح تصفر وهيك، بس اذا دخلتيها بمكان درج هيك تهويه كثير عليها مثل ما انا شوفتكم عندي راح تقدرين تستعمليها فصل الشتاء بنفس الوقت. زين، هذا اول اشي تاخذون جل الالوفيرا، واذا ما عندك مو مشكله تاخذين تبع الصيدليات بس الطبيعي 100% وتحطيه حول العين وممكن على البشره كلها بالكم ونامي ولا في اي مشكله، وممكن ما تغسليه حتى لو حطيتيه بالنهار او حبايبي بعد ما تصحين الصبح تغسليه كالعاده. زين، هذا بالنسبه لجل الصبار تدلك حول منطقه العين، رائع جدا حبايبي، دائما منطقه العين حبايبي هيك كمادات، طيب تكون كمادات من الشاي، انواع الشاي، الشاي الليبتون اللي هو الشاي الاسود كتير كويس، الشاي الاخضر، شو نقول، ماء الخيار، ماء البطاطا، ورق هيك ورقه من تبعت الخس نقعيها بميه سخنه خليها شويه تبرد وحطيها على العين، ورق السبانخ، ورق العنب كمان كتير منيح بيزيل، والحلقات تبعت البطاطا او الخيار بيزيلوا الهالات السوداء الاتفاق والتجاعيد بنفس الوقت، رائع جدا حبايبي بالنسبه للبشره، ورق السبانخ ولا اروع منه. طيب حبايبي عندكم الزيت، زيت اللوز، زيت جوز الهند، فيتامين اي، رائع جدا فيتامين اي، لانه يعزز الكولاجين بالبشره وحول منطقه العين، ممكن تاخذين قليل من الفيتامين اي كبسوله واحده مع ملعقه صغيره من الخروع، زيت الخروع مع ملعقه صغيره من زيت جوز الهند، كلها نخلطها مع بعض وهيك ناخذ هيك نقطه هيك ونطبطبها حول العين، رائع جدا حبايبي. الشايات عددت لكم اياها، كمان شاي البابونج رائع جدا حبايبي، الشاي الاخضر كثير منيح. زين، رائع جدا شاي النعنع كمان لو استعملتيه، شو اسمه، عندك التفاح كثير حول العين، اخذي قليل من الافوكادو اني واهرسيه هيك ممكن مع العسل عفوا او ممكن الحاله وتحطيه حول منطقه العين وممكن على البشره بالكامل، اول شيء رطب بيزيل الانتفاخ بيزيل التجاعيد بيعطي للبشره نعومه واشراقه رائعه جدا. العسل ولا اروع من العسل والحليب لو اختلطتيه مع بعض كمان كتير كويس حبايبي.
طيب بياض البيض الحالة ممكن نستعمله، طريقتي انا بتعرفوها وطلعتكم اياها اكثر من مره، وانتم ممكن تدخلون على طريقه بياض البيض، رائع جدا، نخليه يصير مثل الشوم ونستعمله على بشرتنا. ممكن نستعمل بياض البيض مع زيت اللوز. يا ريت حبايبي تشوفون الفيديو اللي بعده، راح يكون للشعر طريقه معجزه للشعر لتطويل وتكثيف الشعر، راح يكون شفوي، ما عندي المواد لاني المواد كلها بعمان، بس حبيت اطلع لكم اياه. يا ريت تشوفوه على قناه مملكه الفنون اليدويه. بالنسبه حبايبي قلنا اللوز، زيت اللوز مع بياض البيض كمان يصير. اللوز هو نفسه نقعيه بالمي وقشريه واطحنيه مع بياض البيض وحطيه حول العين وعلى البشره بالكامل ولا اروع، لإزالة جميع أنواع التجاعيد، ترطيب عميق جدا للبشرة. أما اليوم هي طريقتي نادرة نادرة بالنسبة للخوات اللي يعانون كمان من التجاعيد حول العين. رح نستعمل هون حبايبي الطحينية، الطحينية معروفة عندنا، طبعا ابني قاعد ينزل من تحت الطاولة. طيب حبايبي ما في أروع من الطحينية، الطحينية اللي هي تنعمل من السمسم. طيب طحينية ناخذ ملعقة، أنا راح أستعمل ملعقة وسط، ملعقة كبيرة، نقول ملعقة كبيرة من الطحينية، ملعقة كبيرة من الطحينية، ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، ملعقة، أنا العفو حبايبي انا حطيت لان ملعقه صغيره لاني حاطه كثير قليل طحينيه، انتم تخلون ملعقه كبيره من الطحينيه، ملعقه وسط من الشاي الاخضر، شاي الاخضر تخلوه مع قليل من الماء زي ما انتم شايفين انا كيف عاملته مع قليل من الماء، وتسيبوه لحد ما يصير كثير ثقيل، لان الشاي الاخضر رائع جدا للهالات السوداء، للتجاعيد، للبشره بالكامل. طلعوا هذا تقدرون تفردوه مو بس تحت العين، للبشره بالكامل. هيك حبايبي، ممكن حبايبي كمان اذا شفتوه كثير ثقيل قليل، انا هاي الوصفه سويتها من الماء الورد وقليل حطيت معاها لبان، ممكن تستعملون انتم بس الماء الورد. راح نستعمل هيك ملعقه صغيره من الماء الورد، انا قاعد ينزل عندي كثير، لا تخافون انا بقدر اتحكم فيه. ملعقه صغيرة من الماء الورد، ملعقة صغيرة من ماء الورد، وتخلطوها انتوا تحكموا، اذا شفتوه كثير ثقيل خففوا، اذا شفتوه كثير خفيف ارجعوا ضيفوا شوية من هو احنا هيك بدنا يعني نضيف شوية من الطحينية زي ما انتوا شايفين. هون لكم حرية الاختيار، ممكن تضيفوا فيتامين اي كبسولة، ممكن تضيفوا زيت جوز الهند، ممكن نضيف حبايبي مع زيت اللوز الحلو، زين رائع جدا بهاي الطريقة، او تضيفوا فيتامين اي زي ما انتو حابين حبايبي، هذا الشيء يرجع لكم. هسا حبايبي راح نضيف زي ما انتو شايفين ملعقة صغيرة جدا من زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو كمان رائع جدا لتحت العين، وراح نخلطه كله مع بعض. اذا حابه تستعمليه ممكن تطلعي من عنده هيك كميه لتحت العين، طيب وتضيفي للبشره بالكامل، تضيفين مع ملعقه وسط من الليمون، ملعقه وسط من الليمون رائع جدا لو حابه تبيضين بشرتك بالكامل. طريقة الاستعمال حبايبي رح ناخذه هيك، طبعا رح ناخذه هيك حبايبي ونجي نبلش طبعا على بشرة نظيفة مفتوحة المسام، يا ريت بتكون بهذا اليوم مقشرة بشرتك وتجين وتتعملين هيك، طلعوا دلكي طبطبي تحت العين حول العين بالكامل، ودلكي بشرتك كلها بالكامل، وبعدين ضيفي طبقة تانية زين وسيبيها على بشرتك بالكامل، على اعطيني قطعة فاين، وهيك حبايبي فاين سيبيه على بشرتك مو اقل من 30 دقيقة. بعد مرور 30 دقيقة حبايبي غسلي وجهك كالمعتاد.
ممكن بهذا الاثناء حبايبي هون عندنا الشاي الاخضر، بقايا الشاي الاخضر ممكن نضيف معاه اذا عندك عسل. طيب نضيف ملعقة صغيرة من العسل ونخلطه وكمان بال هيك الفاينة. طيب ونبدي نرطب بشرتنا كمان مع العسل، رائع ولا اروع منه. ونسيبه على بشرتنا كمان نصف ساعة، وتحت العين وعلى الرقبة بالكامل نضيفه كمان نصف ساعة نسيبه ونغسل بشرتنا. ما عندك عسل ممكن نخلي معاه بهاي الكمية القليلة، ما بنخلي أكثر، ممكن نخلي معاه كمان حبايبي ماء الورد إذا حابة. بتضيفي معاه حبايبي حليب كمان، رائع رائع جدا بالنسبة حبايبي للبشرة. هذا هو اليوم الفيديو حبايبي تبعي. طبعا هذا الماء الورد ممكن تضيفيه معه ويكون هو فيه ماء ورد احنا سويناه مع لبان الذكر، وهذه الطريقة سويناها على قناتي قناة مملكة الفنون اليدوية، طريقة رائعة جدا وناجحة جدا، وانا شخصيا قاعدة استناها لان هذا اليوم الثاني. طيب استناها عشان اخذ من عندها اللبان الذكر والماء الورد مع بعض، ممكن اضيف له بعدين عسل، انا بقدر اتفنن زي ما انا حابه، ممكن اضيف من هذا الماء هون واستعمل التونر للبشره. بالنسبه لهذا الكريم حبايبي او هذا الماسك ممكن تحتفظين فيه لمده 5 ايام بالثلاجه، يستعمل ممكن يوميا ما في اي مشكله حبايبي. لا تنسوا تقدرون تستعملون بياض البيض زي ما قلت لكم حبايبي. هذا هو اليوم الفيديو حبايبي تبعتي، اتمنى انه ينال رضا الجميع، واتمنى من عندكم حبايبي انكم تعملون لنا لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي تفعلون الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد. ومع السلامه.